مرحبا، أنا اسمي جميل، أعمل كأخصائي نفسي مع منظمة سيد. هذا الفيديو موجه لكل العاملين بمجال الرعاية الصحية بإقليم كردستان. ممكن تتابع الفيديو الأول إذا كنت تريد معرفة كيفية تمييز أعراض الصحة النفسية وطرق الإحالة المناسبة لتلقي الدعم النفسي. قد يمر الناس بمستويات قليلة من أعراض الصحة النفسية لما تستوجب تدخل نفسي مختص، أو يمكن أن تكون قد قمت بالفعل بالإحالة لتلقي هذه الخدمات وتريد تعرف كيف تقدم لهم أو كيف تساعدهم بشكل مباشر. هذا الفيديو راح يقدم لك معلومات ومصادر مفيدة عن كيفية القيام بذلك. راح نحكي عن شيء جدا مهم وهو الدعم العاطفي. عندما يمر الشخص بالتوتر والقلق يحتاج إلى شخص يستمع إليه. هاي النصائح اللي راح نقدمها هسه هي تحكي عن كيفية الاستماع بصورة متعاطفة. أولا حاول أن تفهم تجربة الشخص بشكل أفضل، اسأل الأسئلة، كن فضوليا، لا تعتمد على الفرضيات، تقدر تسأل ببساطة كيف هو حالك هاي الأيام، هل تتلقى دعم من عائلتك، من أصدقائك، ما هي تجربتك. النقطة الأخرى أنه حاول أو أعطي اهتمامك الكامل للشخص، حافظ على تواصل العينين بينكم، ابتعد عن المشتتات، حاول أن يكون موبايلك أو الحاسوب بوضع صامت، حاول أنه تشوف بيئة هادئة وخاصة يشعر فيها الشخص بالأمان. حاول أنه تسأل الشخص دائما عن مكان هو يشعر بالراحة، يكون بعيد عن الضوضاء، بعيد عن احتمالية مقاطعة الحديث. النقطة الأخرى هي الاستجابة. كن دائما حاول تكون واقعيا ومساعدا، تجنب تعطي معلومات أو تطمينات مزيفة للشخص حتى تجعله يشعر بالراحة. بدلا من أن تقول كل شيء راح يكون بخير، تقدر تقول أنه راح نحاول أو راح نسوي اللي نقدر عليه حتى نحافظ على سلامتك ونخليك تتلقى الدعم المناسب. الإقرار بالتجارب الشخصية، نتجنب المقارنات دائما، نتجنب نقول للشخص أنه هناك أشخاص وضعهم أسوأ من وضعك، كن شكورا دائما. بدل من ذلك نقدر نقول أنه أنت الشيء اللي تقوم به هو شيء كلش زين، وحسب الظروف الصعبة اللي احنا نمر بها شيء طبيعي أنه أنت تشعر بالغضب والتوتر. النقطة الأخرى أنه أعطي معلومات دقيقة دائما للشخص، تتجنب تعطي معلومات مزيفة ما متأكد من عدها. تقدر تقول للشخص مش متأكد أو أنا مش متأكد من هاي المعلومة، أقدر أتأكد من عدها وأرجع لك بعدين أو أعطيك المعلومة الدقيقة. النقطة الأخرى بالدعم العاطفي هي مهارات التأقلم. شلون نعلم الشخص مهارات التأقلم؟ راح تظهر على الشاشة مجموعة من الأفكار اللي تتعلق بمهارات التأقلم اللي ممكن تساعد الأشخاص اللي يمرون بمشاعر التوتر والقلق. من هاي المهارات أنه نصنع روتين يومي، حاول أنه الشخص يحافظ على أوقات نوم ومشي منتظمة، يتناول وجباته بشكل ثابت ومنتظم، يقوم بواجباته اليومية ومهامه اليومية مثل العمل، الاهتمام بالأطفال أو أي شيء آخر. النقطة الأخرى هي الهوايات، كل شخص عنده هوايات أو ميول خاصة فيه، ممكن تكون تواصل مع الأهل والأصدقاء، ممكن تكون قضاء وقت مع الأطفال، وممكن تكون أنه مشاهدة فيلم معين أو قراءة كتاب أو الرسم. النقطة الأخرى هي الاسترخاء، الاسترخاء أنه عن طريق تمارين التنفس العميق، عن طريق زيارة الطبيعة، الاستماع للموسيقى الهادئة، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية. كمان عندنا التمارين مثل الذهاب للقاعة الرياضية، الذهاب للمشي، تسلق الجبال، تمارين اليوغا أو التمدد.
إذا كان الشخص يحتاج خدمات أو دعم من قبل أخصائي نفسي، منظمة سيد عندها أخصائيين نفسيين مدربين عندهم القدرة على التدخل والعلاج اللازم. يمكنكم الاتصال عن طريق المعلومات المبينة على الشاشة. شكرا لاستماعكم للفيديو، ونرجو أنه قدمنا معلومات مفيدة لكم.